سؤال الله بقول لي لحي طبعا ويديان وحولي هاي الشيخ مجمعين كراء صلاة تحويلة المسجد كأيو مدى الضحضة واحد نبا ماله نبي جينا صلى الله عليه وسلم حديث دورة أو كم إذا حديث كأبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متكين مركو مساج كالصوق قالوا يوسم فريسان إلى أولا مرة عدو تكدو مركا أديح صلاة كالو أو مركا كوهيساء نجري حفريسان إلى الله مرة عدو دو مساج كالصلاة تساء تكدو صلاة داسي تحية المسجد كأه سيح المدو الشيقيان لف أهان تيدو مقصود ماه لكن مساجد كانوا لغو احتراما لغو تلقاله ساس دراد ديد حداد مركات سوق قشو آت صلاة كلق قشو بوسكي صلاة دا تحية المسجد كتاسع قليس مركات سوق قشو مساجد كي مثلا صلاة دي برقن كي بات قش مساجد كي بات سوق قشو صلاة دي كهر يسي صلاة دا دورك اما صلاة دا واجب كا صلاة دا كهر يابات قشي با صلاة دي واجب كو لغو تيرا بدا مساجد سوق قشو مركات صلاة امام كي لق قش ودكو حدد معنى هذا سوى كوغمر ربما هيو إن أدام فريسان إلا تكتي يا سوى ساس ما لما دهين صلاة دي بلا مرد لما دهين ساس ترى دي مهمة دو صلاة دي تكني سنو عيدوني هن نقطي أدون تكنين مساج كها فريسان دوحات تكو يا راتبة تكو صلاة كالي تكو صلاة واجبة تكو أدون فريسان تكو ها فريسان أدون تكنين هذه أنت صورنا يسنشرين صلاة كلو مركا كويسنا أين يسنشرين تحية المسجد بمركا نقونس هذا أجر كبت سنربتو ولما تقار كود وحيد هذين لبذي النية بحداد ماشك قشتو أجر سيادة كينيس مركا استاكتو صلاة دي الضحضة هي تحية المسجد كي والله وضب إسلام نيوت أما ما صلاة دي الضحضة هي الراتبة دي واجب ككور رسيبة إسلام نيوت أجر كمركا سيادة إليه مركا ويبنان تهي إن آد صلاة كالتوكتو تحية المسجد بوس كيدنا يدا بوحينيس والله أعلم.